في مقطعنا هذا سوف أشرح لكم جميع المهمات الجديدة الخاصة بالحملة الجديدة الخاصة بالأنيم بلو لوكامتران. إن شاء الله سوف أشارككم أو سوف أشرح لكم كل هذه المهمات وطريقة حصولنا على 50 كوينز مجانية زائد بطاقتين مهارات اللاعبين إن شاء الله. المهم يا أخي الكريم، بالنسبة للمهمة الأولى عليك فقط أن تلعب 3 مباريات في الحدث الخاص باللفة المجانية يا أخي الكريم، ثم بعدها سوف ننتقل إلى يعني المهمات التالية، وهي يجب عليك أن تلعب بلاعب في هذا الباكج. أوكي يا أخي الكريم، المهم سوف ندخل إلى الباكج المتواجد كما ترون. الباكج يعني يتكون من 8 نسخ، يعني برونو فرنانديز ويعني باقي اللاعبين كما ترون يا إخواني الكرام. بعد حصولنا على كل هذه النسخ سوف ندخل مباشرة يا أخي الكريم إلى هذه يعني المهمات، وسوف نلعب بكل هذه النسخ في الحدث الخاص باللفة المجانية يا أخي الكريم لمباراة واحدة، ثم سوف نتمم كل هذه المهمات، وبعد يعني إتمامنا لأربع مهمات سوف نحصل على 50 كوينز، وبعد إتمامنا لثمان مهمات سوف نحصل على يعني بطاقتين مهارات اللاعبين إن شاء الله.